أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم منبر الثورة. سمير، تكلمنا عن قضايا كثيرة قبل أن نصل إلى إعلان الفوز. رأيتك في الصور التي عرضناها قبل قليل وأنت يعني تفاجأت بإعلان اسمك من ضمن الأسماء الفائزة أو حصلت على الجائزة الثانية. صف لي هذه اللحظات. طبعا كانت لحظات صعبة جدا، يعني لما كنا نتصورها كنا في مؤخرة المهرجان، أنا والزميل الذي أوجه له الشكر جزيل جدا هو الأستاذ أحمد الأغبري مدير الإدارة الثقافية في وكالة رمبال اليمنية 7، الذي كان حافز كبير جدا أثناء المهرجان هذه وبعده. الصورة تقريبا. نعم، هذه الصور. فكان الزميل عيضة قناب موجود بجانبي، وكنت أقول له هذه كاميرا صورتها بكاميرتي الشخصية يعني، فلم حتى الصور ما كانت مرتبة ولا شيء، لأنه لما كنا أتوقع في هذه اللحظة. فكنا نستمع الأسماء، وفجأة عندما سمعت بالجائزة الثانية وينادي باسمي، فالكاميرا كانت مع عيضة ولم تكن جاهزة للتصوير وقتها يعني، تم التقاطها بطريقة عفوية أي بطريقة تقريبا عفوية يعني، فكان هو الذي يصور يعني المشهد. مباشرة حينما أعلن اسمك عن أنك فائز بالجائزة الثانية، ما الذي خطر على بالك؟ هل خطر على بالك قضية المهمشين، قضايا أخرى، فكرة أخرى لفيلم جديد؟ صف لي. كانت لحظات أن هؤلاء الناس فعلا يستحقوا أن يتم التركيز عليهم، وأن لجنة التحكيم، وهي لجنة تحكيم دولية معروفة ولديهم تجارب كبيرة، لديها نظرة أبعد من مستوانا. أنا عرضت على الفيلم على كثير من الشباب اليمني وعلى لكن لم أجد التفاعل الكبير مثل ما وجدته في من لجنة التحكيم ومنحي لهذه الجائزة. المسابقة يعني هناك كانت أفلام ضخمة من العراق ومن الكويت ومن قطر ومن، لكنني أيقنت أن هذه الفئة فعلا تستحق أن يتم التركيز عليها، وأن سبب نجاح الفيلم ليس التقنيات الضخمة وليس التمويل الكبير، وإنما هي معاناة وظلم هذه الفئة. نعم سمير، الأجواء التي كانت من حولك، كيف كان رأي الآخرين في فوزك بهذه الجائزة؟ ربما أول يمني يفوز بهذه الجائزة، هل كانوا أيضا هم لا يتوقعون أكيد هذه يعني هو الفوز؟ لم يكن يتوقع، لم يكن يتوقع، لكنها كانت لحظات حميمية خالصة يعني عندما جئت من المنصة وكذا مع الزميل أحمد الأغبري، مع الأخ وضاح عبد الجليل، مع عايضة قناب أيضا هو مشارك كان في فئة الأفلام، فكانوا هم حتى نحن كلنا مصدومين، حتى أنا كنت مصدوم يعني ومتفاجئ، لكنني كنت أيقن يعني يقينا كاملا بأن هذا الفيلم يستحق المشاهدة ويستحق الجائزة، لأنه يحمل في داخله قضية خطيرة جدا، وقضية يعني عنصرية ليست يمكن موجودة في بقية الدول. ما الذي أضافه هذا الفيلم لسمير النمري كشخص؟ أعتقد أنها بداية، هي الخطوة الأولى أعتقد الآن نحو التركيز على قضايا اليمن، وهذا الجو هو بعدنا عن الجو السياسي الآن المشحون، وبالرغم من كثير من الناس يقول لي ما علاقة منبر الثورة في فيلمك وجائزة، نعم لكنني أعتقد أن الثورة قامت من أجل أن تنتصر لهؤلاء المهمشين، من أجل أن تنتصر لمبدأ المساواة والدولة المدنية. يجب أن تنتهي الطبقية السائدة، يجب أن ننسى مفهوم السادة الذي الآن لا زال يكرس بشكل كبير جدا، وهو أن السادة أو أهل البيت هم فقط من يحكمون، وهم فقط الطبقة المميزة داخل البلد، وأن هؤلاء الأخدام وأن هؤلاء العبيد الذين لا زالوا موجودين الآن في عدة مناطق، وأن الحلاق أو الجزار هذه فئة محتقرة. يجب أن ننتهي من هذه الفوارق، ويجب أن تأتي الثورة بثمارها. الثورة ليست تغيير أشخاص، وليست تغيير نظام حزب وأتي بدله حزب، الثورة يجب أن تأتي بمفاهيم جديدة، وأن تطبق مفاهيم المساواة، وأن يحصلوا هؤلاء المهمشين على وضعهم على حقوقهم في التوظيف وفي حياة كريمة، وأن يعيشوا داخل مجتمعاتنا، وألا يظلوا داخل هذه المخيمات وداخل هذه الأماكن خارج المدن. نعم، ماذا كانت الجائزة؟ عبارة عن ماذا؟ الجائزة طبعا هي كانت جائزة مالية وأيضا درع للمهرجان. جائزة مالية تكفي لقضاء دين الفيلم لخالد الحمادي ولخالد العامري لا، هم جميعا لم يتقاضوا مني بصراحة أي مبالغ مالية، وإن بالرغم من لأن وقوفهم معي أعتقد أنه لا يساوي بالمال، لأنهم جميلهم هذا لا زلت أحمله إلى نعم، الآن. قبل أن نتحدث عن الأشخاص الذين شاركوا في هذا الفيلم، دعني أتوقف عند هذا الاستطلاع للرأي، وهو يعني عبارة عن، أو سنراه ربما يكون لأول مرة تراه أنت يا سمير. الزميل يحيى الأحمدي أعد لنا هذا الاستطلاع، أرجو أن نتابعه معا.
التكريم للزميل المبدع المخرج سمير النمري يعد تكريم لليمنيين أجمع وللثورة اليمنية التي كانت بحق مجالا خصبا لإبراز الكوادر والموهوبين والمبدعين. والأخ سمير هو كان أحد العاملين في قناة سهيل، وهذا وسام نعتز به في قناة سهيل، ونتمنى للأخ سمير النمري التوفيق والنجاح والمزيد من الإبداع والتألق، كونه بصماته واضحة في جميع الأعمال التي يعملها سواء في الأفلام الوثائقية أو في الأفلام الإنتاجية. نتمنى له ولجميع زملائه، ونتمنى أيضا للإخوة العاملين في سهيل وللإعلاميين اليمنيين الاقتداء بالأخ سمير وتقديم نماذج مميزة، نماذج طيبة تنافس العمل العربي وترفع من شأن اليمنيين كما هو دأب اليمنيين قديما وحديثا. هذا التكريم عبارة عن يعني إذا كان يعبر عن شيء فإنما يعبر عن المستوى الذي وصل إليه يعني المصورون والجانب الفني الإعلامي، و يعني لنا كأنه كرم اليمنيين، يعني كأن سمير مثل اليمنيين جميعا. وجه الرسالة للأخ سمير بأن يستمر في إبداعاته وأن يتقدم، وأتمنى له يعني أتمنى له التقدم والازدهار إن شاء الله، ونحن نقبضه على هذا المستوى الذي وصل إليه. هذا التكريم تكريم لنا كلنا نعتز به كيمنيين، يعني في دول الخارج تكرم الأخ سمير النمري باسم اليمنيين. سمير النمري أصبح الآن مبدعا، نريد أن نحذو الآن حذو سمير النمري بإبداعاته وفنياته وتشكيلاته. نهنئ ونبارك الأخ سمير النمري على هذا الاستحقاق الذي ناله، وهو جاء نتيجة جهود بذلها، جهود مضنية بذلها، وهو أيضا ناتج عن تميزه الذي عرفناه به وعرفه زملائه وعرفه يعني الجميع من أبناء المجتمع، واليوم أصبح يعرفه أبناء المجتمعات الأخرى، وأيضا أصبح على مستوى الإقليمي والدول المجاورة بنيل هذا الاستحقاق. فنحن نهنئه ونبارك له وندعوه إلى مزيد من التميز، مزيد من التألق. نحن نفتخر بهذه الجائزة كثيرا، لأنه سمير النمري يعتبر ابن قناة سهيل، وسمير النمري نحن نفتخر به منذ أن كان في القناة، وحقيقة نحن نفتخر برسلنا عندما يخرجون إلى القنوات الأخرى ويكونون بهذه الكفاءة. فهذه شهادة لقناة سهيل وشهادة لقدرات الأخ سمير الذي نعتز به كثيرا. سمير فخر الإعلاميين جميعا وفخر اليمن، ونحن نفخر به في قناة سهيل بشكل كبير جدا، لأنه من مدرسة سهيل، خرج من مدرسة سهيل الثورة، فجاء هذا التكريم وهذا التتويج لجهوده الثورية في المجال الإعلامي ونضاله في ميدان الإعلام وإبداعاته المتكررة، فهو فخر لنا جميعا، نحن نعتز به في قناة سهيل. والحقيقة إبداع سمير في المجال الإعلامي موجود ومستمر وبشكل كبير جدا. عرفت سمير منذ 4 سنوات، ومن بداية تأسيس قناة سهيل وجدته منذ اللحظات الأولى شخصية متميزة، شخصية مبدعة، صاحب أفكار إبداعية، ينتقي من الأفكار أجملها، ويعمل عملا متميزا، ويحاول أن يقدم الجميل في العمل. الأخ سمير شخصية يحب الأماكن العالية، يحب أن يجد نفسه في أفضل الأماكن وفي أحسن المواقع، ووجد لديه همة كبيرة وهمة عالية أوصلته لهذه المرتبة. سمير، ما تعليقك؟ بصراحة أحرجونا كثير الأخوة الذين تحدثوا، أشكرهم شكرا جزيلا، كثير منهم كانوا هم من شدوا على أيدي في بداية المشوار الإعلامي قبل عدة سنوات. أنا أحب أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا، أنه ليس التركيز على سمير النمري في هذه الجائزة وليس على جائزة الفيلم الوثائقي، وإنما التركيز فعلا على هذه الفئة المهمشة. هذه الأيام صنعاء مدينة قذرة جدا، عندما لا زال هؤلاء الفئة الذين كانوا يعملون فقط في تنظيف المدن قد قررت أن تأخذ بحقوقها. هي رسالة إلى الأستاذ محمد سالم باسندوة إلى أن يلتفت إلى هؤلاء الفئة التفاتة كبيرة جدا
في إعطائهم حقوقهم الوظيفية والمساكن، وأن يتم دمجهم دمج كبير جدا في المجتمع، بحيث لا نجد فئة في هذه الفئات تسكن خارج مدننا. في إطار الأشخاص، يعني هل هناك أشخاص تريد أن تقدم لهم رسالة شكر معينة؟ من هم هؤلاء الأشخاص وماذا تقول؟ طبعا عدة أشخاص شاركوا معي في الفيلم، يعني من حيث التصوير ساعدني في التصوير الأخ محمد يوسف والأخي جمال النمري، أيضا المونتاج كان له فضل في المونيتير الرائع كمال الهتاري. أشكر أيضا الأخ عبد الله الحرازي، الأستاذ خالد الحمادي، خليل العامري، المرحوم توفيق سلام رحمة الله، هؤلاء جميعا كانوا، يعني الأستاذ نبيل البعداني مدير قطاع الأخبار بالفضائية اليمنية، كان لدينا علاقة شخصية قبل ذلك بكثير، وكان هو سند لي في هذا الموضوع، أشكرهم شكر جزيلا. لا أنسى أيضا أن أشكر أسرتي والذين كانوا معي في هذا العمل. سمير، أنت مصور في قناة الجزيرة حاليا في مكتبها هنا في اليمن، وأيضا تعمل كمخرج، هل تنوي الاستمرار بوصفك مصورا لقناة الجزيرة أم تنوي الاستقلال كمخرج الأفلام الوثائقية بعد هذا؟ لا أكيد، الجزيرة هي قناة عالمية جدا، ولي الفخر أن أكون أحد منتسبيها، ولكن لا يمنع أن يخرج الإنسان في فترات من فترات السنة، وخاصة في أثناء الإجازات، أن يخرج بأفكاره الإبداعية وأن ينفذها بعيدا عن أطر المؤسسات التي يعملها. كثير مننا تأخذ هذه المؤسسات وتأخذ منه كل عملها، لكن الإبداع الحقيقي أعتقد هو عندما يتحرر الفنان من عبء المؤسسات التي يعمل ضدها معها، وأن ينطلق بأفكاره الإبداعية التي لا حدود لها ولا توجد لديه أي شروط أو قيود، كما تعمل هذه المؤسسات عندما تكون تعمل معها، أنت تعمل ضمن لائحة معينة، لكن عندما تعمل في إطارك الخاص فأنت أسير لأفكارك وأسير لإبداعك. أين سيكون فكرة إنتاج الأفلام الوثائقية من قائمة أولويات سمير النمري؟ هل الأولوية لتصوير قناة الجزيرة أم لا؟ طبعا هو الأولوية الرئيسية هي أن أدي عملي بشكل كامل في مكتب الجزيرة في صنعاء، لكن لا يمنع أن عندما أجد الفرصة المناسبة والفكرة التي تشدني إليها أن أنفذ فيها فيلما وثائقيا أو دراميا خلال العام. نعم سمير، هناك الكثير من الزملاء الحقيقة الآن يشاهدونا، ويعني أرى أيضا الزملاء في غرفة التحكم منهمكون جدا بهذا الحوار، ربما فرحا بك. بلا شك بأن الجميع هنا في اليمن يحاول أن يخرج عن الإطار الذي نوضع فيه عادة في اليمن. ما النصيحة التي تقدمها للزملاء في العاملين في مجال التصوير وفي مجال الإخراج أيضا، حتى يعني يحققوا شيئا مما يريدونه؟ للأسف هناك نظرة لدينا نحن في اليمن، نظرة الشعور بالدونية، وهذه مشكلة كبيرة جدا وضعنا فيها النظام السابق وعلى مر العصور، أننا نشعر أننا دونيين، لكننا في الحقيقة مبدعين، ويجب أن نستمر جميعا وأن نطرق باب المشاركات الدولية، ولا نشعر أننا ضعاف أمام الآخرين أو مستوانا الإبداعي قليل. نحن نمتلك من الخبرة ومن الكفاءة ما فيه ما نجعلنا ننافس في المهرجانات الدولية. وأنا أؤكد ورسالة هنا للجميع العاملين في الإعلام، لا تشغلهم بال التمويل والأشياء الكبيرة، هناك الآن جوال أو هناك هاتف موبايل أو كاميرات صغيرة تستطيع أن تشارك فيها في منافسات دولية. نعم فقط هي بالذات، نعم هي أهم أن فقط هو المشكلة في اقتناص الأفكار، يجب أن يطلقوا الأفكار المهمة وثم يدخلوا قمار هذه المنافسة حتى ولو لم يفوزوا. معيار الفوز، أنا وضعت المعيار الفوز هذا لم يكن في بالي على الإطلاق، كان معياري لدي المشاركة في مهرجان الخليج هو أن أشارك في هذا المهرجان، هو أن أحمل اليمن إلى أن تكون ضمن الأفلام المشاركة وليس ضمن الأفلام الفائزة، لكن لا يمنع ذلك من خلال السنوات القادمة أن نكون جميعا، وأن يكون في مهرجان الخليج أو مهرجان دبي أو مهرجان الدوحة أو مهرجان مسقط أو مهرجانات الكبيرة حتى كان السينمائي، أن يكون لدينا أفلام تنافس على الجوائز العالمية. تم التواصل معك من الجانب الرسمي؟ إلى الآن لا، لم يكن، لكن كان لدي تواصل من القنصلية اليمنية وهي مشكورة جدا، في دبي الأستاذ عبد الكريم حمادي الذي حضر مشكورا، والصحفيين الذين يعملون في مكتب قناة العربية أو يعملون في مؤسسات هناك الذين جاءوا أيضا لمشاهدة الفيلم في دبي. نعم سمير، هل أنت متفائل في مجال صناعة الأفلام الوثائقية في اليمن كسؤال أخير؟ أعتقد أنها خطوة، هذه اللي قمت بها أنا خطوة أولى،
لكننا السؤال الشيء الذي أتمناه هو أن تقوم نقابة الصحفيين ووزارة الثقافة بعمل دورات تدريبية للشباب العاملين في اليمن والطموحين إلى إنتاج الأفلام الوثائقية، وأن يستقطبوا شخصيات كبيرة من الخارج ومخرجين لإقامة مثل هذه الورش والدورات، حتى يتم إكساب الشاب اليمني المهارات اللازمة لإنتاج الأفلام السينمائية والدرامية. أشكرك، أشكرك سمير النمري المخرج اليمني الحائز على الجائزة الثانية في مهرجان الخليج السينمائي الخامس، أشكرك وأهنيك أيضا مرة أخرى، كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم، وألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.